وقل رب زدني علما. ولا شك أن من السهام النافذة والأسباب المجربة في النفع دعاء الآباء لأبنائهم، دعاؤهم لهم بالصلاح ودعاؤهم لهم بخير الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع أن دعاء الآباء لأبنائهم هو دأب الصالحين، وعليه يستمرون في أحوال كثيرة. ويقول الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن عباد الرحمن من صفاتهم الظاهرة البينة التي يستمرون عليها ويلازمونها هذا الدعاء: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين تقر الأعين بهم، فلا تندم على شيء فات ولا تنظر إلى غيرهم. واجعلنا للمتقين إماما يقتدى بنا في الصلاح والعبادة وغير ذلك. ولا شك أن من أعظم ما تقر به الأعين وأجل نعم الله عز وجل على العبد صلاح ذريته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. فإذا قرت العين بصلاح الأبناء ذكورا وإناثا واستقامة حياتهم وحالهم فإنها النعمة التي لا نعمة بعدها. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى معنى آخر في صفة وأثر دعاء الله عز وجل بأن يجعل الذرية قرة للعين، بأن يكونوا أمام ناظريه. وذلك أن من النعم العظيمة أن يكون أبناء المرء بين عينيه، حاضرين بين يديه، إذا أمرهم امتثلوا وإذا أشار عليهم أطاعوه، فيكونون في حاجته ويقر بصلاح دينهم ودنياهم. واستدلوا على ذلك بمن تم الله عز وجل به على بعض المشركين حينما قال سبحانه: وبنين شهودا، أي أن أبناءه يكونون مشاهدين له، يشاهدهم، فكما يتلذذ بوجودهم فإنه يتلذذ بحضورهم ويتنعم بذلك. فيكون دعاء الله عز وجل بأن يجعل الأبناء قرة عين يشمل حضورهم وسلامتهم واستقرار حياتهم وصلاح أعمالهم وانتفاعه بهم وغير ذلك. وإذا كانت هذه الجملة حاوية الخير كله في صلاح الأزواج والذرية: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولما ذكر الله عز وجل هذا الدعاء من صفة عباد الرحمن ذكره في سياق الثناء على صفاتهم، وهذا يفيدنا أن هذا الدعاء من لازمه فإنها صفة مدح فيه، إذ ذكرها الله عز وجل في سياق صفات المدح.